هنالك سؤال من الأخ أعتقد عامر أو أمير. دكتور، أغلب الشعب العراقي يعانون من القلق والكآبة، وهذا السؤال الشخص الذي يصاب باضطراب نفسي بسبب البيئة، هل ممكن يشفى في نفس البيئة؟ شكرا جزيلا أخي عمرو. طبعا، وأنا أقول أنه ترى هو والله للأسف يعني أحمد نعيش في حياة مليئة بالقلق والاكتئاب بكل دولة، يعني بكل دولة بالعالم، ماكو يمكن دولة كل الشعب مالتهم مرتاح ومستريح وما عنده أي مشاكل تماما، سواء كان دولة متقدمة أو دولة نامية. هل من الممكن أنه يشخص يشفى الشخص في هاي البيئة اللي يشوبها القلق؟ طبعا ممكن. ليش؟ أكو فد مبدأ جدا مهم بالعلاج النفسي يقول لك أنه شلون أنت تنظر للمشاكل مالتك ولوضعك، هو هذا الشيء اللي راح يقرر إذا أنت راح تتحسن أو ما تتحسن. يعني شلون؟ يعني إحنا كنا نعرف مثلاً أنه أكو ناس شخصوا على أنه عندهم سرطان، وقاكم الله وإيانا من هذا المرض، قالوا له عندك سرطان، فهذا سوى قام بالعكس صار قام يتبرع على مود يتبرع بفلوسه، قام يساعد الناس اللي عندهم هذا المرض، قام يسوي مثلا يشترك مسابقات وماراثون وهاي على مود يجمع فلوس على مود يعطيها للجمعيات اللي تعنى بمساعدة الناس اللي عندهم هذا المرض الى اخره. تمام، فتشوف انه يعني يواجه هذا المرض المميت بكل رحابة صدر وبكل حب وبكل عطاء للآخرين. لكن غير هذا الشخص، إذا تعطي نفس التشخيص مال السرطان وتقول له عندك 3 أشهر وراها تموت، ينتهي ويصير عندك كآبة وقلق ويمكن ينتحر أيضا قبل ما يموت بالمرض نفسه هذا. تمام، فهي والله أخي العزيز يعني هو صح حياتنا مليئة بالقلق والاكتئاب، لكن أنت شلون تشوف وضعك؟ إذا قدرت تغير نظرتك للوضع اللي انت فيه وتشوف أنه حتى لو كنت في وضع سيء، لكن ربما هنالك فرصة لتغيير وضعك، ربما هنالك فرصة أنه أغير من هذا الشيء، أنه أتغلب على هذه الصعوبات، يمكن راح تشوف نفسك ما عندك اضطرابات قلق ولا اكتئاب، وراح تكون إنسان جدا إيجابي. تمام، فركزوا على هاي الفكرة، أنه يعني مشاعرك و أفكارك تتأثر بالطريقة اللي أنت تتفكر بيها. إذا تركز على الأشياء السلبية بحياتك راح تكون إنسان حزين وإنسان تعيس في حياتك، إذا تركز على الأشياء الإيجابية في حياتك راح تكون إنسان سعيد. هناك سؤال من ليدي شما تقول: والدي فوق 60 عام، شخص بالفصام من سنين طويلة، وكل سنة تحدث له انتكاسة شديدة، ونعطي إبرة هالودول 100 ملغرام، لا يقبل أخذ الحبوب، هل هناك مثبت للمزاج موثوق كي لا تحدث هذه الانتكاسة الشديدة؟ أرجوك. شكرا جزيلا أختي. طبعا هو الاستمرار على العلاج في هذه الحالات هو جدا مهم، فإنه يعني هاي أبرة الهالودول أو 100 ملغرام المفروض لازم يعني يأخذها بطريقة منتظمة وما يقطعها، يعني مو إنه نقطعها ولما ينتكس نطيها. فالهالودول أبو 100 ملغرام إذا يقدر يأخذها بصورة منتظمة يكون جيد جدا. هو ما يقبل الحبوب، فهل هنالك مثبت للمزاج؟ أختي العزيزة، هو طبعا هو يحتاج دواء مضاد للذهان أكثر من مثبت للمزاج، لكن هو الهالودول هو جيد، لكن لأنه هو عمره فوق 60، فإذا هاي الدواء دي يسبب له أعراض جانبية مع الأبر، أكو أبر أخرى مثلا أبرة الريسبيريدون، الريسبيريدال هاي اللي تعطى مرة كل أسبوعين، أكو إبرة الباليبيريدون تعطى مرة كل شهر، قد تكون هاي أدوية غالية، لكن أكو أدوية عن طريق الإبر كثيرة، أكو الفلوبنتكسول، أكو الموديكيت يمكن لحد الآن تستخدم بالدول العربية لكن توقف استخدامها بالدول الغربية، يعني كل هاي الأدوية ممكن أنه تساعده، بس أهم شيء لازم يتقبل الإبر ولازم يأخذها بالوقت الصحيح، مو يأخرها إلى أن تحدث الانتكاسة، وأتمنى لكم الشفاء. هل من وصفات وخلطات من الأعشاب تعالج الوسواس والقلق والاكتئاب؟ شكرا جزيلا أخي العزيز، ما أعرف بهذا الشيء والله، أنا ما أتعامل بالأعشاب.
سؤال من ليدي شمع، سؤال ثاني تقول أنا مريضة وسواس قهري من 2011 ولا أخذ علاج مستمر، أخذت مرة نوع واحد ولم أستمر عليه، تأتيني دائما مشاعر خوف وضيق تنفس، كنت أخذ مهدئات خفيفة لكنها انقطعت، لا أشعر بالأمان والخوف يلازمني، ماذا أفعل؟ لا بد من أخذ العلاج بطريقة منتظمة أختي العزيزة. مرض الوسواس القهري يحتاج علاج منتظم يعني بالأدوية، لكن مثل ما قلنا يعني مع الأدوية ممكن أنه العلاج النفسي يجيب نفع، لكن بالحالات الشديدة بدون دواء بدون حبوب ما تقدرين تسيطرين على هذه الأعراض، فأدعوك أنه تاخذين الأدوية بصورة مستمرة وتضبطين هذه الأدوية ويا الطبيب حتى ما تسبب لك أعراض جانبية. سؤال من إلياس يقول متى التوعد بالأدوية النفسية الجديدة؟ ما أعرف والله شنو هذا، مدى أفهم السؤال، آسف جدا أخي إلياس، متى التوعد بالأدوية النفسية الجديدة؟ ما أعرف. أحمد المزروعي يقول أنا عندي مشكلة مع ضغوط العمل والتركيز ضعيف وأخطاء بالجملة، أعمل في بنك بحسابات وأرقام، عندي إرهاب اجتماعي وبارانويا ومنتظم على الأدوية، هل تنصحني بتغيير الوظيفة؟ لا والله أخي أحمد، ليش؟ يعني إذا أنت بوظيفة يعني جيدة والناس دائما مدارك يعني يحبوك ويساعدوك، ليش تغيرها؟ بس هو ممكن أنه تغير يعني أو تضبط العلاج مالتك، أحيانا هذا ضعف التركيز بسبب أنه الأدوية قد تكون أدوية شوية جرعها عالية أو أنه تكون أدوية كثيرة تأخذها، أحيانا المرات إذا تغير وقت أخذ العلاج، يعني يمكن إذا تأخذ العلاج قبل النوم أفضل مما تأخذه في الصباح قبل ما تروح للعمل، هاي الأشياء كلها ممكن أنه يعني تحسن من هذه الأعراض، لكن ما ننصح طبعا أنه تترك عملك، وإن شاء الله مع تغيير الأدوية راح تتحسن. يقول السؤال من قصور يقول ما نفع ويا هذا الصداع، فقط الفلوكسيتين 40 ملغرام والأنديرال 10 ملغرام، يعني ممكن إذا هذا الشيء يعني ده ينفعك استمر عليه، لكن مثل ما قلت والله يعني أكو هواية أدوية أخرى للوقاية من هذا الصداع إذا كان هو شقيقة، مثل ما قلت الأنديرال قد يستخدم بجرعات أكبر من هاي الجرعة، 10 ملغرام جرعة جدا قليلة والله أخي قسور، بس مثل ما قلت أنا ما أقدر أعطي يعني آراء بأدويتكم لأنه أنا ما مقيمكم، لكن هذا هو الشيء أنه يعني إذا تشوف أنه هاي الصداعات تجي لك فترات كثيرة فممكن أنه تزيد الأنديرال مالتك بإشراف الطبيب.